ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ردت جماهير الرجاء الأخضر قبل قليل من يومه الأحد بقوة على من جردها من وطنيتها، وذلك من خلال رفع صورة الملك محمد السادس بالمدرجات المكشوفة لمركب محمد الخامس، والذي سيحتضن مباراة فريق الرجاء وخصمه مولودية الجزائر. واختارت جماهير الرجاء الرد على من شكك في وطنيتها بعد اللقاء الذي جمع منخرطي الفريق الأخضر قبل أيام بنظرائهم منخرطي فريق الترجي التونسي، وذلك من خلال لرفع صورة الملك محمد السادس في دونور مرفوقة بشعار الله الوطن الملك قبل بداية المباراة التي تجمع فريق الرجاء بمولودية الجزائر برسم إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. جماهير الرجاء والتي دافعت بقوة عن جميع مكوناتها استغلت مناسبة احتضان مركب الخامس لهذه المباراة حتى تفند المعطيات المتداولة بخصوصها، ولكي ترد بقوة على من جردها من وطنيتها سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بعض الخرجات الإعلامية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.